السلام عليكم أصدقائي حبايبي، شلونكم؟ شخباركم؟ ياكم مصطفى من ألمانيا، برلين، فروم انسايد جيرماني. طبعا اليوم راح أصور لكم مجموعة من المواصلات اللي موجودة بألمانيا، اللي هي اسمها الأوبان والإسبان شتراسنبان والبوس وإلى ما ذلك، يعني الباص والقطارات اللي تحت الأرض والقطارات اللي فوق الأرض والقطارات اللي بنص الشارع وإلى ما ذلك. طبعا راح تكون عبارة عن سلسلة متكاملة من الحلقات الفيديوهات. راح نبدي أول حلقة هسه عندكم هنا بالأوبان، يعني هو القطار اللي تحت الأرض يصير. طبعا مثل ما تشوفون هنا دائما يكون مكتوب، طبعا هو يصير تحت الأرض دائما مثل النفق، ومثل ما تشوفون هنا مكتوب ليشتنبرغ، وهاي الحرف الأول اللي فوق يعني هذا الأوبان، وهنا عندك همات او 5 الاس يعني هذا الاسبان، والبان يعني هذا الشتراسن بان اللي بنص الشارع. هنا طبعا مكتوب ممنوع تدخن، ويكون كل شيء مصور مكتوب، يعني اكو كاميرات مال مراقبه. طبعا مثل ما تشوفون المحطه ضخمه جدا كبيره، وبيها يصير عباره عن درجات، ويصير عباره عن ابواب وفتحات من كل جهه موجوده. طبعا كل ما تطلع لفوق او تنزل من اي درج تلاقي مكتوب قطعه، وهاي القطعه مثل هاي القطعه مكتوب بيها وين راح يروح هذا المخرج، مثل يوديك لفلان شارع، لفلان شارع يوديك لفلان محطه باص ولا ما ذلك. مهمات موجوده شاشات مثل هاي الشاشه، وطبعا بكل محطه عندك هنا يكون مصعد مثل ما تشوفون هذا المصعد، او يكون درج كهربائي، يعني اما يكون مصعد او يكون درج كهربائي او يكون درج عادي. طبعا هذا المصعد، وهناك عندك الدرج الكهربائي، هنا عندك الدرج العادي، وبعدها عندك الدرج اللي يكون كهربائي مثل هذا راح نصعد به، ننزل به العفو، وهذا المصعد على اليمين. تمام. طبعا هو كل مكان هنا مصور كاميرات 24 ساعه، كاميرات مشتغله، خاف يصير شيء واحد ينسرق او كذا. تمام. هسه راح نشوف هاي المحطه ضخمه جدا 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 يعني، بس احنا راح ننزل هسه مثل ما قلت لكم للقطار جوا الارض، القطارات اللي هي جوا الارض تصير مثل ما تشوفون. طبعا هذا القطار هسه راح استوى، قطار الأوبان. هاي المحطة تصير هيك شكلها، طبعا يصير هنا مثل ما تشوفون قطع ينشرون بها اعلانات، هناك همات على الجدار الثاني. طبعا هاي مثل ما تشوفون ارقام مكتوبة 5 4، هذيك الخمسة مثل هناك، الستة العفو، هاي اسم المحطة ليشتنبرغ. هنا يصير اعلانات من هاي الجهة، الجهة الثانية همات اعلانات، وعندك مثلا هنا مكتوب فوق هاي الاشارة الصفراء انه فوق اكو علامة تعجب، يعني اذا تريد تسأل او شيء لقدام لازم تطلع تقدر تضغط على شغلة، وهي هاي الشغلة تعطيك معلومات اذا محتاج سؤال او شيء. وعندك همات مصاعد 2 على اليمين تجيك اذا طلعت لقدام على القطعة الصفراء الفوق. القطعة اليسار هاي الشاشة مكتوب بيها هوت بانهوف، يعني هاي المحطة اللي يتجه الها القطار اتجاهها، بعد 4 دقائق يلا يجي. وهاي علامة الكرسي المتحرك، يعني القطار اللي راح يجي بمكان للمعوقين، والإضافة إلى الكاميرات المتواجدة. ومثل ما تشوفون الساعة اللي هناك موجودة، هاي الساعة همات موجودة دائما بكل مكان. وهمات عندنا الشغلة الثانية اللي هي مثلا هذه، هاي تكون قطعة موجودة، هاي طبعا بكل قطار راح تلقوها هاي القطعة. هاي القطعة تكون مكتوب عليها المحطات الجاية اللي راح يطلع بالقطار، يعني المحطة الفلانية، المحطة الفلانية، 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 وإلى ذلك وإلى ما ذلك. هنا عندكم هاي السوس يعني الطوارئ اللي هي كانت بهاي القطعة الصفراء، مكتوب مع علامة التعجب. فمن تجي هنا عندك تضغط على السوس مثلا، يعني هاي الطوارئ، فإنه أنت عندك مشكلة طوارئ وتريد انفورميشن تضغط عليها، للطوارئ العفو، تضغط عليها للطوارئ. فإذا ضغطت عليها للطوارئ راح تصير مشكلة، يعني هاي اذا كانت عوائق او مشكلة كبيرة ولا ما ذلك. والشغلة الثانية هي علامة التعجب، هاي اذا عندك سؤال تضغط عليها وتقدر تسأل اي سؤال يجاوبوك مثل ما مكتوب هنا انفورميشن.
وهنا أنا مع المعوقين هم ما تتجوا يضغطون عليها وهم تقدرون يستفادون من شيء. نجي للشغلة الثانية اللي هي الماكينة الموجودة هنا. هاي الماكينة مال القطارات مال التيكت اللي تشتري من عند التيكت. تضغط هنا مثلا أي تيكت تريده برلين أو إلى ما ذلك. هنا مثلا 2 يورو تدفع 2 يورو يطلع لك التيكت من جوا، تدفع الفلوس هنا. بعدين التيكت يطلع عبارة عن ورقة لازم تطببها هنا بهذا الماكينة حتى تنكبس وتبدأ تطلع بيها لأي مكان تريد. تمام؟ وهذا القطار مثل ما تشوفون السيجة قطار كلش حلو. طبعاً هاي الجهة الثانية هم مالت المحطة بيها مالت مصعد، وهاي مال الإعلانات وإلى ما ذلك والكاميرات. طبعاً هاي المحطة مال أوبان تقريباً تشبه كل المحطات اللي موجودة ببرلين، يعني محطة جداً اعتيادية موجودة بكل مكان، يعني موجودات هاي الشغلات اللي المحطة بكل مكان مثل ما تقول، اللي هي مثلاً تكون. وطبعاً هنا الحياة في برلين كلها بس ركض مثل ما تشوفون، يعني حتى لحقون على المصعد ولا ما ذلك. المهم عندنا شغلة ثانية اللي هي مثلاً هنا مثل ما تشوفون هم ما تقوا هاي القطعة مكتوب بها شكو على اليمين شكو على اليسار ولا ما ذلك، يعني هاي الشغلات كلها. هنا عندك شغلة ثانية وهي تكون الثلاجات. هذني الثلاجات، طبعا هاي الثلاجات موجودات بكل مكان هنا مثل ما تشوفون. هاي الثلاجة، هاي الثلاجة تكون بكل مكان تقريبا، يعني بأكثر المحطات اللي هي ببرلين. هنا يكون مثلا عصاير اي شيء، يعني هاي هنا موجود عصاير وبيبسيات وكولا وما اعرف شنو هاي الشغلات، يعني كل شيء موجود. المهم فتضغط عليها، تضغط على اي رقم تريده وبعدين على الدقمة هاي الحمراء ويطلع لك العصير اللي انت تريده، تدفع فلوسه. وعندك هم ماكينة ثانية مثلا هذه بها شغلات تنوكل، يعني بسكويت وعلكة وهاي الشغلات الثانية، عرفت شلون؟ هسه احنا راح نطلع بالقطار الجاي بس نشوف الاتجاه نطلع به اللي هو هوت بان هوف، حتى اصور لكم شنو اللي بالقطار الموجود تقريبا، يعني اقل الشغلات مو كلها ما اقدر اصورها كلها، ممنوع شوي يمكن تصوير ما اعرف. فنشوف شلون. نعدكم هاي العلامة هم اللي قلت لكم بيها مكتوب هنا مثلا على اليمين اكو الشارع الفلاني، على اليسار الشارع الفلاني، على اليسار تلقى مثلا قطار الفوق المحطة اللي هو الاسبان قطار العام، تلقى باص محطة على اليمين هم باص محطة فلانية. هنا عندك هاي مكتوب بيها انفورميشن همات خريطة برلين مثلا، خريطة القطارات او خريطة جوة الثانية اللي هي خريطة التيكت مع المواصلات عروض والى ما ذلك. تمام هسه احنا شو نسوي؟ راح ننتظر القطار لمن يجي وراح نطلع بيه واصور لكم شنو اللي موجود بالقطار، يعني تقريبا شيء تقريبي، لانه احنا عندنا بالمان الدات شوتس يعني ممنوع اصور الاشخاص، فراح احاول اصور حسب استطاعتي. تمام يلا خليكم يعني. طبعا مثل ما تشوفون انا هسه هنا اجيت اقرب هاي الخريطة مال القطار، مكتوب هنا مثلا ماجدالينا شتراسه فرانكفورت علي، فانا راح انزل هسه بمحطة فرانكفورت علي مثل ما تشوفون وراح انتظر القطار. طبعا مثل ما موجود هناك مكتوب القطار بعد دقيقتين يلا يجي، فاني امتاني بس يجي راح اطلع بيه وابدي اكمل اصور لكم التصوير ان شاء الله. خليكم يعني. Einsteigen bitte. Was
طبعا ما قدرت اصور هواية بالاوبان هذا القطار، لانه اكو ناس هواية كلش صعدة بيه، فما اقدر اصور وجوههم، يعني صار مشكلة. المهم هو هذا القطار يعني، وكل ما بيه ان واحد يصعد، وبعد ما يصعد ينتظر اسم المحطة بس تنذاع بالسماعة بداخله، بعدين ينزل. هذا هو يعني، ماكو دقمة يدوسها واحد زر ستوب او الى ما ذلك، ما موجود، وانما فقط يعني زر اعتيادي، عفوا سماعة عادية تذكر اسم المحطة، وانت تعرف يعني مثلا هاي ماجدالينا شتراسه، وتنزل. وهسه هاي يطلع هاي الاشارة الحمراء والصوت العالي، يعني راح يطلع حتى الناس تبتعد عن الباب، ويطلع راح يستمر بطريقه. هاي كل الشغله، هذا هو اسمه الاوبان اللي هو تحت الارض. يعني احنا هسه تقريبا 3 طابقين تحت الارض، عفوا اكو محطات 3 طوابق، اكو محطات 4 طوابق، اكثر شيء 4 طوابق تحت الارض، بس هسه احنا تقريبا طابقين تحت الارض. وهي محطه من المحطات مثل ما تشوفوها، اللي هي بيها هاي الاعلانات، او هاي مو اعلانات، صور قديمه الرسام عالمي او ما ذلك، وهمات موجود هاي الانفورميشن، وموجود المصعد، وهاي الشغلات نفسها، الكاميرات والشاشات والى ما ذلك. يلا اتمنى عجبتكم الحلقه مالت اليوم، اللي هي حكيت لكم بها عن الاوبان اللي هو القطار اللي تحت الارض. اتمنى عجبتكم الحلقه حبايبنا واصدقائنا، واذا عجبتكم الحلقه فحاولوا تكتبون ارائكم بالتعليقات، شنو تودون اصور لكم من المانيا برلين. طبعا راح تستمر الحلقات واحده ورا الثانيه، راح اصور لكم الشغلات مال التواصل الموجوده بالمانيا برلين، يعني مثل الباص والقطار الاسبان اللي اسمه والى ما ذلك. ان شاء الله هواي مثل ما تشوفون، هذا هنا الاوبان، عفوا الفارشتو الاسم بالالماني، يعني المصعد يصعدك للشارع، بس تضغط هنا. وطبعا هي هاي الشغلات كلها مدفوعة يعني من الشتويا، يعني من الضريبة اللي ندفعها احنا وغيرنا، فهم يعمرون هاي الشغلات. واحنا اصلا التكت يعني يشتري بفلوس غالي مو رخيص. هاي هم ما تدكنا على الشاشة من الإعلانات موجودة هنا. لو عندك إذا صارت مشكلة هذا القطار أو المحطة كلها تقدر تسحب هاي. طبعا هسه أكيد ممنوع تسحبها، بس إذا صارت مشكلة هنا أكون مات مصطبات مع القاعدة هاي، عفوا سلة الزبالة، النفايات هنا ترمي. طبعا هسه بيها فتحة واحدة مال النفايات، بس هي بالعادة بيها 3 فتحات اللي هي الأوراق والبلاستيك والأكل. تمام حبايب، هاي العمدة تشوفوها نازلة من السقف، من السقف. هاي عبارة عن كاميرات، وهاي الشاشات الإلكترونية مكتوب بيها شو وقت راح يجي القطار بعد كم دقيقة يعني. وهاي الكاميرات موجودة طبعا بكل محطة، بكل مكان. احنا بألمانيا عندنا كاميرات كل مكان، لان الكاميرات شيء اساسي كلش بالمانيا خاصة برلين. اذا اجى القطار مالتي، اتمنى عجبتكم الحلقة مال اليوم، تحياتي لكم، كان معاكم اخوكم مصطفى من المانيا برلين from inside Germany. مع السلامة. Like this.